أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقرا في الدين آمين. بإسنادكم إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: الموقوف أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقولة هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، أي في لغة العرب يعني لما نقول في مشبه ومشبه به لا يشترط التساوي من كل الجهات. الصحابي، ولما أن كان هذا المختصر شاملاً لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا يعني التعريف كالجنس. نعم، يعني هو يريد أن يقول بأنه في بعض الكتب ربما يعبرون الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا التعبير أو هذا التعريف ليس بخطأ، لأنه لما أطلق ماذا أريد به؟ الغالب، أي الغالب في الصحابة أنهم يبصرون، الغالب أنهم يرون، فلذلك إذا مشينا مع الغالب لا حرج. ولكن هو لا يقول خطأ وصواب، وإنما يقول أدق، يعني من باب الأدق لو قلنا كل من لقي أفضل من أن نقول كل من رأى. أحسن الله إليكم. وقولي مؤمنا كالفصل يخرج، لما يقول فصل وجنس كذا يريد على تعابير المناطق، فالمناطق عندهم الجنس والنوع والفصل إلى آخره، فلذلك هو استعمل هنا أيضا نفس الاستعمال المنطقي. يخرج من حصل له، ماذا تسمى هذه الأمور؟ الجنس والنوع والفصل والخاصة والعراض، الكليات الخمس تندرج تحت مبحث منطقي هو الكليات الخمس. يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثاني يخرج به، أو يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. يقول هنا كلمة فصل، يعني لما نقول مثلا كلمة حيوان، ماذا نريد بكلمة حيوان؟ جنس، وهو كل ما فيه حياة. نحن ربما بالاستعمال نعبر عن الحيوان، يعني الحيوان معروف من الدواب وما شابه، لكن هي في أصلها في الاستعمال اللغوي الحيوان الذي فيه حياة، فلذلك كلمة حيوان تضم الإنسان لأن فيه حياة، كلمة حيوان تضم الطيور، تضم الزواحف، تضم الأجناس التي فيها حياة، الأنواع التي فيها حياة. فإذا الجنس هو حيوان. ما هو النوع؟ قد يكون النوع لو قلنا مثلا الطيور هو نوع من الحيوان، الإنسان هو نوع من الحيوان إلى آخره. ماذا نريد بكلمة فصل؟ الفصل هو الذي يفصل هذا النوع عن الأنواع الأخرى التي تندرج معه تحت جنس واحد. لذلك لما نقول الإنسان حيوان ناطق، فماذا تعني كلمة حيوان؟ جنس، يلي هو أن الإنسان فيه حياة. ولما نقول ناطق يعني عاقل مفكر، وليس المراد بالناطق المتكلم، وإنما المراد بالناطق العاقل. فكلمة عاقل ومفكر فصلت الإنسان عن باقي الأنواع التي تشاركه في الحياة، يلي هي الطيور والزواحف والبهائم والسباع وما إلى ذلك، ففصل عنها. فلما نقول الإنسان حيوان ناطق، بماذا عرفنا الإنسان؟ عرفناه بالجنس والفصل. أما لو عرفناه بالعرض مثلا فقلنا ما هو الإنسان؟ نقول حيوان ماشي.
فالمشي يشمل حتى غيره، بعض الحيوانات الأخرى تمشي، فهذا لا يفيد المطلوب، لكن لما عبرنا بجنس وفصل صار ذلك واضحا في تعريف الإنسان. أحسن الله عليكم. هو لو على ورق يكون أفضل، لكن هو المقصود هنا لا يريد أن يخرج الرؤيا، هو يقول هنا بأن كلمة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت أريد بها الغالب، أغلب الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التعريف على ذلك. وأما لما قلنا اللقاء هذا أدق، ليس من باب التخطئة ولكن هو من باب الأدق آخر، أنه هو كلمة لقيا تشمل من يبصر ومن لا يبصر، فهذا أولى من أن نستعمل اللفظ الأول. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطال. يعني قال ولو تخللت ردة، على ما سيشرح الآن. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح، يعني في الأصح، نعم، إشارة إلى الخلاف في المسألة. أي خلاف في المسألة؟ الخلاف الردة محبطة للعمل، هذا أمر بالهيك بالتعبير العام صحيح، الردة محبطة للعمل، لكن ما تعريف الردة؟ عندنا اتجاهين للفقهاء والأئمة. الاتجاه الأول في تعريف الردة بأنها نقض للإسلام يتصل بالموت، والرأي الثاني أنه نقض للإسلام دون ذكر الموت. فلما نقول على التعريف الأول بأن الردة هي نقض للإسلام يتصل بالموت، وهذا اختيار كثير من الشافعية، بمعنى أن فلان ارتد وبقي على ردته مدة ثم رجع إلى الإسلام، يعني الردة لم تتصل بالموت، وبالتالي لم يحبط عمله، فهذه الردة لا تحبط العمل. وأما على الرأي الثاني أن الردة هي نقض للإسلام، ما في ذكر موت، إذا مجرد ما حصلت الردة تم للعمل أن حصل له، أيوة، حبط العمل. وهذا اختيار كثير من الحنفية. الآن لو شخص أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به ومات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد هذا الشخص في فترة حروب الردة ثم تاب ورجع إلى الإسلام، على تقرير الشافعية ومن لف لفهم رجع إلى الإسلام، يعني رجع إليه عمله، وبالتالي رجعت إليه الصحبة. وعلى رأي الحنفية رجع إلى الإسلام لم يرجع إليه عمله، لذلك لم ترجع إليه صحبته. ابن حجر رحمه الله تعالى هنا يرجح رأي الشافعية، لذلك ماذا قال؟ ولو تخللت ردة في الأصح، لو تخللت ردة ثم رجع إلى الإسلام رجعت إليه صحبته على الأصح الذي رجحه ابن حجر. ما هو الشافعي الله يرضى عنه. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. لم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة وتخريجه في المسانيد، أراد أن يشير إلى الدليل. يعني يقول أنا لماذا قلت في الأصح؟ لأنه في عمل في أئمة كانوا يترجمون لفلان من الصحابة مع أنه حصلت ردة ورجع إلى الإسلام، ما حذفوه من مسمى الصحبة. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا،
وعلم يعني هنا أراد أن يقول يمكن هذا الكلام أن يندرج تحت عنوان المفاضلة بين الصحابة. نعم. يعني الصحابة لهم فضل ولكن ليسوا رتبة واحدة، وإنما منهم أصحاب الرتبة الأعلى ومنهم أصحاب الرتبة الأدنى فالأدنى. وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية. ليس له سماع لا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لصغره، في صغار الصحابة الذين سمعوا أحاديثهم ممن أغلب الأحاديث سمعوها عن آبائهم أو سمعوها من كبار الصحابة، فحديثه مرسل لكن يقال مرسل صحابي. نحن يجب أن نفرق الصحابي الكبير، الصحابي الصغير، والنوع الثالث من هؤلاء من نعبر عنه له رؤيا. ما معنى له رؤيا؟ مثل محمد بن أبي بكر الصديق، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره أشهر، فإذا جاء محمد بن أبي بكر الصديق وروانا حديث من الأحاديث فغالبا سمعه إما من كبار التابعين أو الصحابة. لذلك هذا الذي له رؤيا، النوع الثالث من الصحابة الذين لهم فضل، له فضل لكن روايته تعامل معاملة التابعين. وأما صغار الصحابة يعني الذي كان مميزا في زمن النبوة روايته مرسل صحابي مقبولة، وأما الكبار فمقبولة. فحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما لما نالوه من شرف الرؤيا، ماذا نريد، ماذا يقصد من شرف الرؤيا؟ يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، لأن هؤلاء الصحابة لما كانوا كان الواحد منهم يولد ماذا كان يصنع أبوه أو من يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أجل أن يحنكه مثلا، فلذلك نال شرف رؤيا من النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت روايته على ذلك. يعني الآن هنا لما نريد نتكلم عن الصحابة من كان في زمن النبوة من أهل الإسلام عندنا النوع الأول من هو؟ يعني شو بدنا نعبيه؟ الأسود. الأسود شيخ اللون أوضح فيه. طيب طيب عندنا النوع الأول الكبار ممن لقي النبي الكريم وشهد مؤمنا به ومات على ذلك على الإسلام. هذا النوع الأول. النوع الثاني من هو؟ لا، النوع الثاني الكبار ممن لقي النبي الكريم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا شو قال عنه ابن حجر؟ وضع زيادة وتخللت ردة، ردة يبقى صحابي. الحالة الثالثة مثل أشعث ابن قيس، هذا كالأشعث ابن قيس. والحالة الأولى كالخلفاء الراشدين. نعم. الحالة التي بعدها صغار الصحابة، صغار الصحابة من أهل التمييز كعبد الله بن عباس الذين يميزون أنه هذا النبي هذا كذا، وذلك كالحسن والحسين والنعمان بن بشير
ابن عباس وغير ذلك، ابن عباس من هؤلاء الصغار. الحالة الثالثة من له رؤية، من له رؤية، له رؤية ممن مات عنهم. النبي الكريم وهم دون التمييز، عبد الرحمن وهم دون التمييز، كمحمد ابن أبي بكر ابن أبي بكر. هذا متى ولد؟ في حجة الوداع. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهر ومات بعده، ثم مخضرم. من المخضرم؟ من عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، أدرك الإسلام يعني زمن النبوة، ولا لم يلقى، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم، وهو المخضرم، كأويس القرني. هؤلاء هم الذين الآن نأتي إلى الرواية. ما حكم رواية الأول الكبار ممن لقي النبي الكريم مؤمنا به ومات على الإسلام؟ تمام. إذن هذا روايته مقبولة، وهذا روايته مقبولة، مقبولة، وهذا روايته مقبولة، ولكن وإن أرسل مقبولة، وإن أرسل فمرسله مقبول. يعني إذا جاء مثلا ابن عباس وكلمني عن الإسراء والمعراج، ما كان هو مدرك لتلك الفترة، فمرسله مقبول. من له رؤية ممن مات عنهم النبي الكريم وهم دون سن التمييز، ما حكمه؟ له شرف الرؤية، الرؤية، لكن روايته كرواية التابعين. يعني بمعنى ما منعتبره كرواية الصحابي، وإنما نعتبره كرواية التابعين. وكذا هذا المخضرم تابعي من حيث الرواية وغير الرواية. هنا لما نقول تخللت ردة، يعني فترة تخلل الردة، ماذا نقول عنها؟ لا تقبل روايته. أثناء الردة، فلما نقول مرسل الصحابي، لما نقول مرسل الصحابي مقبول، شو المقصود مرسل الصحابي مقبول؟ يعني إلى صغار الصحابة، وأما ما بعد ذلك فمرسله ينبغي التحقق والانتباه إليه. أحسن الله عليكم. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. يعني هنا العنوان كيف تعرف الصحبة، كيف أعرف هذا الصحابي من غيره، فعدد في من تواتر أنه صحابي، في من اشتهر أنه صحابي، في من ثبت بالآحاد أنه صحابي، في من قيل عنه بأنه صحابي، في أن يقول هو عن نفسه بأنه صحابي. نعم. إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. إن كانت دعوة تدخل تحت الإمكان، ما معنى تدخل تحت الإمكان؟ يعني أن لا يدعي ذلك بأكثر من 100 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. التابعي أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابية كذلك، من لقي الصحابية كذلك مع الإسلام. أما إذا لقي الصحابي وليس على إسلامه لا يقبل. وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. المخضرمون
وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ابن عبد البر أي سنة توفي؟ 463. قالوا في هذه السنة توفي فيها حافظ المشرق وحافظ المغرب، فحافظ المشرق الخطيب البغدادي، حافظ المغرب ابن عبد البر. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم خطبة الكتاب، يعني مقدمة الكتاب، ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. هذا الرأي ابن حجر. سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بأن النجاشي كان مسلما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما مات، صلى عليه بالمدينة وجمع الصحابة على الصلاة عليه ولم يلتقي به. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من قوله ليلة الإسراء، المراد يعني والمعراج، إذا أطلقت ليلة الإسراء، إسراء شملت المعراج، لأن مذهب الجمهور أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك ولو لم يلاقه في الصحابة، لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك في الانتهاء سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون التابعي من أتباع التابعين، فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. إذا كلمة قالها تابعي نقول عنه حديث مقطوع، وإذا كلمة قالها تابع تابعي أيضا مقطوع. فالمقطوع قول التابعي فمن دونه، كلام يخص نفسه، يعني ليس هو يعني مثل لما عمر بن عبد العزيز قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، حديث مقطوع كلام عمر بن عبد العزيز. إذا الإمام مالك مثلا قال كلمة وهو من أتباع التابعين، قال الاستواء معلوم إلى آخر العبارة، فهذا نقول عنه أيضا حديث مقطوع. وإن شئت قلت موقوف على فلان، يعني مع التقييد، مطلق موقوف مع التقييد. الفرق بين المقطوع والمقطوع، الفرق بين المقطوع، وهذا نقف هنا إن شاء الله المرة القادمة، بس قرأنا الآن مقدار جيد، فبستأتوا بالمنظومة نظم النخبة حتى نقرأ ما قرأناه.